يوم الاثنين طقس نسبيا بارد بمرتفعات الأطلس بالشرق وكذلك بالجنوب الشرقي، مع نزول زخات مطرية بالريف وكذلك بالبوغاز وباللوكوس، وقطرات مطرية متفرقة بسهول الشمالية المتواجدة شمال مدينة السفي وكذلك بالأطلس المتوسط. يوم الثلاثاء طقس نسبيا بارد بالمرتفعات وكذلك بالمنطقة الشرقية، وسيكون كذلك الطقس غائم بالريف وبالبوغاز وباللوكوس بالغرب، مع نزول قطرات مطرية متفرقة بالواجهة المتوسطية للبلاد وكذلك بمنطقة السيس، وتكون ضباب بالسواحل المتواجدة ما بين أكادير وطرفايا. الطقس عموما متقلب بالشمال وكذلك بالأطلس بالريف وبالشرق وكذلك بالوسط، مع نزول تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس وكذلك بالهضاب العليا، مع الطقس دائما بارد بنفس المناطق.